قبل تحرير مدينة المخا لم يكن الطريق إلى يختل بهذه السهولة، ولم تكن هذه الأرض على هذا القدر من الحياة. فالميليشيا الإنقلابية التي غيبت الوطن وكادت تغيب معه يختل لسنة وتزيد من الزمن، كما جعلت بعض القرى والمدن هنا سجنا كبيرا لملايين اليمنيين، لم تكن الحياة أمرا يهمها بقدر ما نشرت من موت ودمار. الحمد لله الأمور مهما الآن أحسن من أول ألف ألف مرة. الحياة كما تشوفون ذاهون يعني رجعان، الحياة طبيعي أحسن من أول أيام ما كان الإنقلابيين هنا، والبلاد لا نعيش، البحر ما فيش. يختل المنطقة الساحلية الواقعة بالقرب من مدينة المخا تعود إلى الحياة بعد طرد الميليشيات الإنقلابية منها، لتعود معها هذه السوق المأهولة على هذا الشكل من الازدحام، ويرجع السكان إلى منازلهم والطلبة إلى مدارسهم، خصوصا وأنهم ذاقوا مرارة النزوح بسبب حرب فرضتها عليه ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع كما فرضتها على غيرهم من اليمنيين. عودة الحياة إلى مدينة يختل الساحلية رسالة واضحة أن الأرض لا تنسى أهلها، وأن الميليشيا التي حولت الوطن إلى ما يشبه مقبرة كبيرة لا مكان لها، ومصيرها النهائي سيكون الاندثار مهما تغطرست.